السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وده زي ما شفتوا يا أخواتي وحبايبي، المسحرات عندنا شوية شباب بيتجمعوا وبيطلعوا يعملوا سحور بالليل. اكتبوا لنا تعليقاتكم الحلوة، واكتبوا لنا الأجواء عندكم زي عندنا ولا لا، واكتبوا لنا آرائكم وتعليقاتكم الحلوة الجميلة إن شاء الله. وإن شاء الله هدخل معكم على إيه طريقة، حاجة بسيطة كده، سلطة بسيطة خفيفة هنعملها مع بعضينا، تنفع في الفطار جنب أي أكل، مشويات جنب في السحور برضو خفيفة. هنقول لكم على المقادير بتاعتها، فهي عبارة عن إيه، سلطة الزبادي بالخيار، هي حاجة خفيفة جدا ومريحة للمعدة. احنا عارفين طبعا الزبادي فيها قيمة غذائية، والخيار برضو نفس الحكاية. فانا هعمل مقدار بسيط على اساس كد فرد واحد، واللي تعجبه عايز يزود كد العيله بتاعته يزود، ما فيش مانع. فطبعا انا معايا هنا مقدار كوبايه زبادي واحده على كد فرد، معايا خياره واحده غسلها طبعا، ومعايا واحده فلفلايه، ومعايا فص ثوم مدقوق وكمون وملح، ومعايا نص ليمونه، وطبعا والزيت بعد كده هنضيفه. فطبعا انا اول حاجه معايا هبتدي ايه، اقطع الخيار. بسم الله الرحمن الرحيم. في ناس الخيار بتبشره، يعني في ناس الخيار عايزه تبشريه ابشريه، لكن انا بحب اقطعه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهو هنبتدي نقطع مع بعض، تمام. ده يرجع لك انت. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهو يعني ده يرجع لك انت، عايزه تبشريها ابشريها، عايزه تقطعيها صغير براحتك، كل واحد يرجع له زي ما هو عايز، تمام. ودي خياره واحده، تمام. انا عامله مقدار قليل قد فرد واحد، وطبعا انت بتضيفي حسب العيله بتاعتك بتعملي. وهي بصراحة يعني السلطة دي مفيدة جدا ومغذية وخفيفة في نفس الوقت. ندور على الوش عشان نكرم نزوق بيها. نجيب الفلفلايه برضو. بسم الله الرحمن الرحيم، نطلع البذره بتاعها. الله تعجبكم الطريقة بإذن الله، ولو عجبتكم إن شاء الله ما تنسونيش في اللايكات والشير وتفعيل الجرس. واللي يحب يضيف لها انت براحتك، يعني لو عايزة تضيفي لها بقدونس ممكن، يعني الإضافات دي ترجع لك انت. أنا راح أزوق دي إيه بس كل هذول بلاش نجيب، تمام. دلوقتي هنجيب ايه، نفتح كوباية الزبادي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبتدي طبعا ننزل هنا بالاضافات اللي عندنا، اللي هي حته الثوم المدقوق طبعا، والملح والفلفل والكمون، نحط لها برضه ملح الفلفل بسيط، نحط لها حتة ملح الفلفل صغيرة مش كتير يعني، اهو رشة، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين؟ بعد كده هنبتدي ننزل بعصرة، نبتدي ننزل بعصرة الليمونة. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو
تمام زي ما انتم شايفين اهو، هو طبق خفيف جدا وحيعجبكم ان شاء الله. زي ما شايفين، وهنبتدي بعد كده نصبه معاكم في طبق ايه، بعد كده هنبتدي نصبه معاكم هنا في طبق التقديم طبعا، ده على كد فرد واحد. ارجو انك تجربيه، وان شاء الله لو عجبك ما تنسينيش في اللايكات والشير وتفعيل الجرس. بعد كده بننزل عن عندك زيت زيتون، بتنزلي عليه مثلا بشوية زيت زيتون، انا ما عنديش زيت زيتون، فانا هنا هضيف، هنا هضيف اهو، تضيفي له ايه زيت على الوش، لو عندك زيت زيتون تضيفي له زيت زيتون اهو، وعندك بقدونس عندك اي حاجه. بنبتدي ننزل هنا عشان خاطر ايه ندي الشكل النهائي اهو، لو عندك اهو، وادي الشكل النهائي بتاع الطبق، وارجو انك تجربيه ان شاء الله، ولو عجبك ما تنسينيش في اللايكات والشير وتفعيل الجرس. وده زي ما قلنا طبعا ده على كد فرد واحد، وانت عايزه تضاعفي الكميه او عايزه تعملي مثلا كد عدد اسرتك بتضاعفي طبعا، تشوفي الكميه اللي انت عايزاها وبتعمليها، وان شاء الله تعجبكم، وما تنسونيش في اللايكات والشير وتفعيل الجرس. وطبعا اللي بيدخل يشترك اول مره ما ينساش ان هو يفعل الجرس عشان خاطر يوصل له مننا كل جديد ان شاء الله. وانا بحبكم جدا في الله، وبشكركم جدا جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احلى اخوات.